حسلمة مرحبا بكم في سي جديد، والمرة ذي معنا هيونداي سانتا في. دونك كان هذه أول مرة تتفرج في الفيديو متاعنا، ما برمش عمل تنجيزة وعملنا أبوني، ما تنساش تخلينا رايك في كومنتير وجامل الفيديو. أول حاجة لاحظوها في الهيونداي سانتا في جديد، اللي الفاصة فونتي حد بدلت كومبليتمون بالكالوندر بالأضوية وكل شيء ولا جديد. كيما نلقاو الطول متاحة 4 متر و770 سنتيمتر، واللارجور 1 متر و890 سنتيمتر، والطول متاحة 1 متر و680 سنتيمتر. كيما جينا بدي جونت ون اليمنيوم 19 بوس. فما حاجة لاحظوها في الكهرباء كي راوها على جنب، شنو اللي هي فيها برشا كروم. عندك الشبابك دايرين بالكروم، ديجا عنا شبابك تلانين تنتي، وعنا كروم زادها من اللوطة، وعنا كروم في البلايس كل، حتى في لي بوانيي. البوانيي ماهمش كل كروم، مي فما شوية كروم، حتى من الكفر من تيلي فما ليني كروم تحت لوجو هيونداي. وفما حاجة اللي أضوية متاعنا 3D، كي تراهم يشعلوا فريمون حاجة مزيانة. هنا الكليونتو ماهوش في الأضوية الفوقاني، مش نقاوها اللوطة الفوقاني فرق الضوء أحمر الكول. الكليونتو والمارشالير محطوطين من اللوطة، وكعنا ليني كروم هكا، وعنا هنا سانتا في مكتوبة. فريمون من تيلي مزيانة. توا شو نمشيو للانتريو، عنا ساعة كيليس نجم نحلو ونسكرو كهربا من غير نستغرقو نجبدو المفتاح تاع كهربا. كهربا كيف مراوها كنظرة عامة فريمو حاجة ما عجبتنيش، اللي الكوير بني كل كهربا تولي ظلمة برشا، عرفت غامقة. مش كي اللي كان جا لون افتح هكا يعطيها يفتحها يخليها مزيانة خير. هذا هي البوانت فيو متاعي. وهنا عنا لي بوتون تاع لي فيتر فريمو دو كاليتي، حاجة محلاها، حتى كي تبسهم فيهم هكا تحسهم مش رخاص، مش بلاستيك العادي، تحفونين على الاخر. وهنا عنا في الباب سانتا في مكتوبة. بريمو كان جاء الكوير بلون اخر مش بني، حتى الفولونت يعني انتي اشترا عندك بني في اكحل، بريمو كومبينيزون خايب. وعنا كراسي رجلاب الالكتريك، او كنت نجم تعمل بوزيسيون كيف ما تحب انتي، تقدم وتوخر الالكتريك مون. جاء حتى الظهر عندك نجم تريك لظهرك، تفهم مسند للظهر ومسند للساقين كيف ما كان نجم رجلوه من هنا نقدموه ونوخروه في البوزيسيونات تتعب عليهم كل. فريمو حاجة طيارة من هيونداي هنا. وتوا باش نجيو البارتي التلانية. في البارتي التلانية هيونداي خممت في اللي شربوا من التالي كيف اللي بشربوا من قدام، يعني ما خالش اللي التلاني مهمنيش ميم، لان التلاني زيادة اعطاتهم اهمية كبيرة. ديجا شلاحظة ذي في برشا فازات تحفونين على الاخر. نبدأ ساعة بالباب، عنا بوانيه كرومي وكالعادة عن الكوير البني نفسه وربه اللي في اللون في الكراسي. وعنا هنا اسم سانتا في، هكا باش كي نطلع في الكهرباء من السيس اللي انا راكب في سانتا في. هنا باللي عنا السباس. فما حاجه عجبتني على الاخر على الاخر على الاخر اللي باش نقول لكم بعديك، قعدوا معايا في فيديو تتابعوا تعرفوا شنو هو. وهنا عنا ريدو باش هكا كي تركب صغار من تيلي تبدا فما شمس وانتم ماشيين بلاصه بعيده، هكا فما ريدو دونك سافا مع الشمس. ديجا هذه ساعات يجي في الموديل اخرين اوبسيون تزيدها من عندك. توا باش نطلعوا في سانتا في من تيلي. باهي توا باش نعطيكم نظرة عامة على التابلو دبور نتاعهم كيفاش يراوه الجمال اللي قاعدين من تيلي، وكنتم زادا تراو كيفاش الفورما نتاعو كيفاش الديزاين هيونداي عملتو، خاطر فيه برشا فازات مزيانة على الاخر كي نقدمو من قدام توا نحكيو فيهم. وتوا نحكيو كوتي سيكوريتي يا سيدي، عنا ارباك فرونتو ولاتيرو وريدو، وعنا اون الارم اونتي فول و اونتي باتيناج او اس بي واسيستون دو فو دو روت. وفما الباقي تاع فيش تكنيك تاع الكهرباء تلقاها في ديسكريبسيون لوطا، مشو تعملوا عليها طلب باش تراو شنو هو ليكيبمنت سيكوريتي الاخرين. مش فما حاجه ما نلقاوهاش في الكهرب الالمان في الكهرب الفرنسيس، اللي هي هذه دو بوطون من هنا باش يخليوك تريقل للكرسي كيف ما تحب انت وانت قاعد في الكوتي كوندكتور، من غير لا تمشي للكوتي باساجي وهاو تقدم الكرسي وهاو ترجع البلاستيك. جوست تبدا بناك في بلاستيك تقدم بالمرتاح. وعنا هنا بلاصة نحط فيها كتبة ولا مجلات ولا حكاية للولاد كدو قاعدين من تالي. وزاد هنا في جنب هذايا عنا ريدو زادا كيف في الجهة الأخرى، أمورنا مريقلة للولاد لا سخانة لا حتى شي لا شمس. وعنا هنا ضو، وعنا هنا سباس دو رونجمون صغير، وعنا دو يو اس بي باش نشارجيو بيهم تليفونات ولا ايباد، يعني كي يبدا ولادك يلعبو ممكن عندهم شارج أمورهم مريقلة. حتى هذه كهرباء عائلية. بيعنا هذه اللي عجبتني قلت لكم قدوا معي، هذه من تيلي فلات ما فما حتى شيء، يعني انت عندك ثلاثة بلايص بالمفتاح ما فماش كي تطلعها تاع
الكراهب الاخرين بريمو دي حاجه طياره من هيونداي خاطر ديك التانسه تيكليك سباس برشا كي نحاوها وحاملوا الحرقه وحل باش نحيوها بريمو حاجه تحفونها على الاخر وذي نظر عامة للتابلو دبور كي لاحظوا فما برشا الوان البني والكروم ولك حل وعنا توا في الكهرباء دي احنا توا اوفرون يمشي على كل الكهرباء من تالي الكهرباء كلها امور امريكا يعني كي تدور راكبين من تالي تبدو كلها بالعرب فوق حاجه تحفونه وذي زادة ماهيش اوبسيون تجي في الفيرسيون اللي جايبينها لتونس موجوده بالتوا اوفرون تاعها جاو شنو يهوكم قدام كيفاش يظهر بريمو مزيانه على الاخر على الاخر على الاخر هكا تاع جو سيف تحفون برشا هو عن كاش سكروه حتى في الفاس تسكر في صافي سامي قلتش برشا جا حتى كي نسكروا تسكروا مع بعضهم على فكرة يدوا كذا الواحد وريدو مع بعضهم مشوا الأول بعد كي يخلط الثاني وتوا مرحبا بكم في الهيونداي سانتا في كوتي كوندكتور باش نخدم الكهرباء لاحظ ديك الانيماسيون سيف لورديناتور دو بور فريمون مزيانة على الاخر وتوا باش نوريكم نظرة عامة على تابلو دو بور خاطر تابلو دو بور تاع الهيونداي هذايا ديزاين جديد وما نراهوش في الكهرباء بالكل كيفاش تسويها مقسومه على تروا بارتي عرفتك يعني كبارتي اللوطانيه هكا بارتي فوق يعني محطوطه فوق بعضها هسا عرفت ديجا اللوطاني نقاوها كي اكحل في الوقت فما كوير و بني من فوق زاد نرجع نقاوها كلك ناخذوا على الدائره كي مقسومه نحسوا نص دوره فما ليني كروم كي مدورها كله هنا ليني كروم في البيبان وهذه البطونات اللي قلت لكم عليها باش نوريكم كيفاش تبدا انت قاعد في بلاستيك وتبدلها من غير لا تقعد مشي للجهه الاخرى فريمو هذايا حاجة تحفون به الكاليتي متاع الكوير متاع الكهرباء في زول فريمو حاجة تحفونها على الاخر الكونفور معنا هنا كودوار نحلوها نقاوها هنا ذي نحطو فيها شوية صرف وفازت بيها اون جينيرال غارقة معنا هنا توسكي درايف مود ونجمو معنا بوات اوتوماتيك ونجيو هنا عنا وايرلس شارجنج امورنا مليلة كما عنا هنا USB باش نشارجيو بيه وعنا AUX و USB متاع فلاش واحد نشارجيو بيه واحد نجيو نحط في فلاش وعنا بريزة 12 فولت زادا فما حاجة تحفونا في الكهرباء هذيا اللي هي سوبوزي تجي في كهرباء أخرين أوبسيون تنرجعو لها بعد باش تحكيو عليها أون ديتاي أقعدو معنا باهي خاطرها تحفونا على الأخر تستحقوها بليزوما فما فاش تستحقها فما شكون ميستحقهاش في تونس باهي عنا هنا باليتو فولون وعنا سوي غلاس فيها كلمة أوتو دونك كعنا كابتور تاع بلوي كيما عنا إكليراج أوتوماتيك دي فو باش نجي لجهة اليسار اللي نلقاو هنا عنا ذي بوطون باش نزيدو فيه الإكليراج تاع الدوم تاع لورديناتور دو بور أو كنزيدو ونقصو كيف ما نحبو احنا كيما عنا ديفلوك نحلو نسكرو باسكو هي أول ويل درايف وهنا عنا وين باش نعملو ريكلاج تاع الريتروفيزيور ديجا كوم أوتوماتيك أمورهم مريكلا وعنا هنا كيفاش الراوي ذي لاحظو وذي من هنا يتقسم مغاديكا ويدور مغاديكا ويزيد يمشي من هنا ودورها من فوق محطوطة فوق الاخر تحسها محطوطة محطتين فوق الاخر مش تابلو دبور كامل مع بعضهم البوتاغون السباس متاحة دي جايكا فيها بتاع كليماتيزور يعني بتبرد زادة هاي كذيكا بتاع كليماتيزور كي نحلو كليماتيزور يولي تبرد البوتاغون فريمون تحفونا فازا باش نحطو دابو زي ما في السيف عنا سباس دورانجمون صغير غاديكا اون جينيرال كهرباء واسعة وتوا نجيو للكليماتيزور وهذا اللي قلت لكم عليه قبل الكليماتيزور هذا عندنا كراسي يبرد وكراسي يسخن تروا نيفو وعندنا فولون زادا يسخن تصور انت فولون يسخن في تونس جاوك احلى جاو زادا كراسي باساجي يسخنوا ويبردوا مي خسارة كان جاو زادا تلانين يبردوا ويسخنوا كانوا تحفونين وعندنا كليماتيزور اوتوماتيك تروا زون تنجم تريكل الجو نتاعك كيف ما تحب انت وتوا اش نحكيو على الكرو اللي هو 7 بوص اما فريمون ك منيو كحكايات تحسوا عرفت سامسونج اس 3 ولا حكي كيف ما ديجا تحسوا تغزر تحسوا التيم تاع سامسونج يعني كهرباء بالسوم هذاك 250 مليون في لحظه تصوير الفيديو هذايا يعني ويبدا فيها اكرو كيف ما هكا فريمون كان كبروه عملوه ازين حطوا به الفيرسيون هذايا الاخرى بالكل كان ينجم يكون خير ديجا عنا دي راكورسي هكا تاع المنيو والهوم والميديا وعنا ابل كار بلاي واندرويد اوتو فريمو حاجه تحفونا تعوض لك هذا وعندك راديو امورك مليقله فما اوكس وبلوتوث ويو اس بي زاد دونك كي نحكي كوتي كونيكتيفيتي الكهرباء امورها مليقله
فيها الموجود تو تكنولوجيا طالعه تو كيف ما قلنا ابل كار بلاي اندرويد اوتو، نجم حتى تعمل بروجيكسيون للسمارت فون نتاعك على على الكروم غير حتى شيء. عندك كيفاش الطوش بتاع تاع الكرو خفيف على الاخر، وعندها دو زيكون تاع ابل كار بلاي والاندرويد اوتو، وحتى كاليتي الصوت مش خايبه. مي المشكله اللي هو صغير واكحل، هذيك الحاجه الخايبه الوحيده. وتو باش نحكيو على لي كونكورون تاع الموديل هذايا اختها، اللي هي الكيا سورينتو، وعندنا المازدا سي اكس 9، والتويوتا برادو، وسيونغيونغ ريكستون. دونك يا جماعه حسب رايكم قولوا لي اسكو هي تنجم تقد روحها معاهم ولا في كومنتات اللوتا. ديجا لهنا عندنا كاميرا كي نحطو مارشالير بارك، ما فماش 360 جوست مارشالير بارك، كاليتي مش طيارة برشا، عادية مي باهي يعني مقبولة. وتوا باش نجيو ونوريوكم لي مود كوندويت الموجودين في الكهرب. عندنا الايكو وكل شيء اللي عرفت تولي بالاخضر كي تعطيك، وعندك في سبورت تولي حمرا، جوست حمرا ما يتبدلش، عرفت ما يتبدلش، تولي تشعر بالاحمر ويجيك في الاكران يقول لك راهي ولات سبورت. وعندنا المود الاخر اللي هو النورمال ولا كيف ما نقولوا احنا الكونفور، وهذا الكلينيوتون ديجا كنحطو كونفور تشعر معنا بوثو سمارت باش يولي ينقص من الكونسوماسيون تاع المازوت، وكل شيء تولي كهرباء سموث اكثر في الكيس. تو كي نجيو للفولون عندنا هذيك جهة اليمين توسكي كروس كنترول، ديجا زادا لافيشاج الموجودة في الأورديناتور دو بور، عندنا البريسيون تاع البنو، المازوت قداش وصلنا، عندك الميديا الموجودة في الكهرباء، برشا انفورماسيون تعطيك الأورديناتور دو بور. به جهة اليسار عندنا توسكي كوموند فوكال، هاكا ديجا كي نولي كونيكتي بالأبل كار بلاي، وعندنا هذيك السورس باش نختار السورس. أو باش نبدلو التراك ونهزو نعلقو على التليفون، وعنا كروم في الفولون، ونجيو من فوق عنا ضوء وبيض، وهذه نظرة كيفاش جو أمور توا فازيت أو فرا أمور نمريدلي. وتو نجيو من تيلي عنا هنا مكتوبة 2.2 ديزل، وهاك عندك لقداش الموتور نتاعنا، وعنا دوبل سورتي دي شابمون من جهة باركة. شخص هيونديت علاش تعمل هكاك دوبل سورتي دي شابمون من جهة باركة، ما عمل من جهتين، حط واحد في كل جهة، واش حطهم زوج من جهة واحدة، هذي خايبة على الاخر. والكفر نتاعنا يجيب فوليوم تاع 547 ايترا. ديجا عنا زوز كراسي مخبين توا واش نطلعوهم لكم، عنا دو بورت كوبلي، عنا ذي ايا فيكساسيون باش نفيكسيو بيها، وعنا ذي مثلا تبدا عنا قضيه نحبوش شكون يراها ولا الحكايه نجم نحطوها، ولا باش نخبي نسكروا الكوفر ولا اي حكايه تعرفونا. بالرغم اللي الشباب كتلانين تنتي في الكهرباء، مي فما مشكله شنو اللي احنا كنحبوا نجبدو نحيوها، تشتوح في لي سانتور تاع الصفه الثالثه، كل ما نحيها ونحطها ونحيها توحلي في لي سانتور تاع الصفه الثالثه، كي بيزار. طبعا زاد هنا عنا سباس صغير هيونداي خممت فينا مثلا تاع حكايات كتبت عندك حاجه ماسخه، كيفاش تقول انت وين نحطها، تهز هذيا هكا تلقى عندك تي بلاستيك وتنجم تحط غاديكا بعديكا تغسلها مورك مليك ولا هكا باش ما تقعدش تمشي كي تبدا الكهرباء تتحرك وما زاد يتحركوا. غير مو حاجه تعرفونا على الاخر. وعندنا هنا الكراسي القدامين تاع الصفه الثانيه يقدموا ويتنحاو الكتريكمو، حاجه تعرفونا على الاخر، من غير تقعد مقدم وتعب في روحك وتنزل واحد وهاي وحلت مع الواحد فيش تك تك بنزل على بوطن يتطبقوا الكل. ديجا هذي نظرة عامة كيفاش ولت الكهرباء كي سكرنا الكراسي الكل كبيرة تنزل عليها أي حاجة تحب عليها. ديجا كاينة هنا مزيادة توا هذي بوطن نجبدو هذي باش يطلعوا الكراسي، صحيح الكراسي تاع الصفة الثانية يهبطوا بالبوطن، أما الكراسي تاع الصفة الثالثة ما يطلعوش بالبوطن، ما يهبطوش بالبوطن، هذي حاجة خايبة. علاش ما حطيناهمش زادا هما يهبطوا ويطلعوا بالبوطن كلهم بالبوطن؟ ديجا باب الكوفر يتحل اوتوماتيك ويسكر اوتوماتيك، جوست تنزل على البوطون يهبط ويسكر من غير تعب روحك، لا ايفور زايد لا حتى شيء، بوطون يتحل بوطون يتسكر. وتو باش نوريكم كيفاش نطلعوا للكراسي التلانين تاع الصفة الثالثة. ديجا حتى هذيا فيها اموركم مريقلة، تفرج هذيا الساعة كيفاش الكراسي، نوريكم كيفاش برا كيفاش تراها عادين. السباس تاع الساقين هي المشكلة، اسكو يكفي ولا به؟ اول حاجه اول شنو كيفاش نسكروهم، عندنا بوطون من هنا من فوق ننزلوا عليها،
هذيك هيك نكليكيو عليها ونطلعوا الكراسي يطلع في بلاصتو ويتسكر اموره مريقله. اما زاد فاز كيفاش انت باش تدخل جو اخر، تكليك على جوست البوطون هذيك يهبط اوتوماتيك ويتسكر واحد بوف يجي قدام. وتفضل مرحبا بيك في الصفة الثالثة معانا في الهيونداي سانتا في. انا طولي مترو 84 مترو 83، طلعت في الصفة الثالثة ما لقيتش عرفتك المشكل ديجا واش نصوركم مش تقاوى ذيا كيفاش كتدو صفات الكل مسكرين هكايا امورها مريقلة. هذينا من تالي فريمون الاسباس مشاكل كبير برشا، يعني انا كان طولي مترو 84 سما طويل برشا، يعني ما عرفتك اللي تلقى اسباس قد قد، يعني كي بديهم تعبلات صغار ولا عبد اقل مني في الطول فريمون باهي تساعدهم اكثر. هي ديجا معمولة للولاد صغار، يعني ما تنجمش تركب واحد عمره في العشرينات وفي بلاصة من تالي كيك. هي سيدي جينا الهيونداي سانتا في كاتسي لاندر ديزل 12 شوفو 200 شوفو دين 440 نيوتن متر و 1750 تور بار مينوت و 2199 سنتيمتر كوب اكيفالون ا 2.2 لتر. كان عجبك الفيديو متاعنا ما تنساش تعمل لنا ابوني وتستنينا في لي فيديو الجايين، خاطر عنا برشا فيديوهات وبرشا ايسي شنو نخدو نعملو. دونك خدم الناقوس باش كل ما نهبطو فيديو جديد تجيك نوتيفيكاسيون.